من واقع رؤيتك الفنية يا كابتن، ما مدى قوة فاركو؟ بيعتمد على ايه؟ هجوما دفاعا بيوقف؟ هو عنده، اللي انا شفته وجهة نظري الشخصية يعني الفنية، انه عنده تحولات جيدة. بص يا اسلام، يعني انا عايز اقول لك حاجه. انا كمدير فني وهقابل النادي الاهلي، في بعض المديرين الفنيين بيبقوا يعني عقلانيين قوي، يعني بيقول لك ايه، انا الثلاث نقاط دول ماليش فيهم، يعني صعب قوي مع النادي الاهلي ان انا اقدر اخد الثلاث نقاط. في نفس الوقت كمان انا عايز احافظ على كيان الفريق، عايز احافظ. النهارده النتائج بتمشي المدربين، يعني صحيح. النهارده البلديه لما خسرت الراجل رؤوف من البنك الاهلي اضطر يعتذر، نفس طبعا الكلام بالنسبه طارق للاتحاد العشري. السكندري طارق العشري. فساعات بتبقى النتائج الكبيره بتاثر بشكل كبير جدا على المنظومه، حقيقي. بتاثر على المدير الفني. فالمدرب الفني العاقل اللي يلعب قدام النادي الاهلي لازم يبقى فيه توازن بشكل كبير جدا، وتقارب الخطوط الثلاثه في ال 30 يارده في الحاله الدفاعيه بتأمنه بشكل كبير جدا من خطورة النادي الأهلي. وبعدين يقدر يعتمد على كونتر أتاك، يقدر يعتمد على كرة ثابتة، يقدر يتعامل مع كرة متحركة. دي هتبقى إمكانيات الفرقة، لكن يبقى جيب مفتوح مع النادي الأهلي صعب. أنا شايف هتبقى فيها صعوبة بشكل كبير جدا. لكن طبعا مع احترامي طبعا للجهاز الفني اللي فاركو، مع احترامي لأداء اللاعبين، لكن هم بالنسبة لهم بيلعبوا النادي الأهلي نادي القرن، كل الدنيا بتتفرج على مباراة فاركو يوم الجمعة والنادي الأهلي. الدوافع بتبقى عند لعيبة فاركو إسلام بتبقى دوافع عالية جدا، الناس مركزة، يعني زي زمان كنا بنقول بقى التسريحة تبدأ تتعمل إزاي، الشورت تكوي إزاي، الشراب يترفع إزاي، يعني هيبقى فيه جو اللعب ضد النادي شكليا الاهلي له وضع طبعا مختلف طبعا. طبعا. فيعني نتمنى طبعا إن احنا نشوف مباراة زي الداخلية. الداخلية كان عندها جرأة كبيرة جدا على النادي الأهلي، قدرت إنها تجيب جول، والنادي الاهلي طبعا تفوق عليها يمكن في اخر دقائق المباراه في الدقيقه 85. فوضح ان الفرقه الصغيره ممكن يبقى عندها جرأة مع الفرقه الكبيره. نتمنى ان احنا نشوف حاجه زي كده. يعني فاركو هيعتمد على اللعب في وسط الملعب، ثم الاعتماد على التحولات من الدفاع للهجوم بالظبط بالظبط، بعيدا يعني عن اي مخاطرات. لا صعب، يعني ده انا لو مكان المدير الفني هعمل كده. يعني انا لو مكانه هعمل كده، يعني طول ما انا ما بيجيش فيها جول، طول ما انا باخد ثقه، بدي لعبت ثقه في حاله احراز النادي الاهلي هدف، الامور هتتصعب، الخطوط هتبدا تتفتح، هيبقى في مساحات، النادي الاهلي بيحب المساحات، النادي الاهلي عنده من السرعات، صحيح. عنده من الاختراقات، عنده لعيبه مهاريه، عنده لعيبه بتسجل، فهيبقى خطر على فرقه. طيب.